توقعات، وهلأ بدك تعطينا مجموعة جديدة من توقعات ليلى عبد اللطيف اللي مخصصتيهم لهالحلقة قبل ما نطلع فاصل إعلاني. أكيد أنت كريمة ونحن منستاهل. لا أكيد لمحضرتهم يعني علي، منشوف جريمة اغتيال حصلت بلبنان وذهب ضحيتها شخصية قيادية بارزة هو وأفراد عائلته. إن حصول هذه الجريمة أراه يتكرر من جديد ويطال شخصية سياسية بارزة وجميع أفراد عائلته، وذلك على أراضي إحدى الدول العربية خلال المرحلة القادمة، مش بلبنان. ستقوم المملكة العربية السعودية وتحت رعاية وقيادة ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بإنشاء مجمع جامعي ضخم وكبير وغير مسبوق، وذلك خلال السنوات القادمة أو الأشهر القادمة الله العليم. ومن هنا أرى أن الطلاب الجامعات والدراسات أو الاختصاصات العليا لن يعودوا مضطرين إلى الدراسة والتخصص في جامعات أمريكا أو أوروبا، وتحمل المصاريف العالية، وسنراهم يتوجهون للدراسة الجامعية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بفضل إنشاء إحدى أكبر الجامعات بالعالم، مما سوف يجعلها من أهم وأكبر الجامعات خلال المراحل المقبلة، وسوف تستقبل جميع الطلاب من جميع الطوائف للعلم ومن كل أنحاء العالم وفي كل المجالات والاختصاصات. حلو، أصلاً ما بنستبعد هالشيء عن السعودية ومع هالتطور الرائع أكيد اللي عم نشوفه. يعني ما بقى أنت مضطر تروح تدرس بجامعة بأمريكا أو بأوروبا أو بالدول، الجامعة هيدي رح تكون من أكبر الجامعات العالم. حلو. أرى خروج سفن حربية إيرانية من المياه الإقليمية الإيرانية، مما سيسبب حالة من الترقب والحذر في بعض دول العالم. طائرات إيرانية مسيرة تحمل صواريخ جو أرض وتستعد، والهدف مجهول، والدخان الأسود يغطي المكان. أرى الدخان الأسود انفجار شيء ممكن بقلب البحر أو شيء ما بعرف. أرى حصول عملية اغتيال تطال شخصية عراقية للأسف سياسية بارزة. طيران حربي إيراني بيظهر في الأجواء بشكل مفاجئ، ومضادات القوات الإيرانية تساعد وتتصدى من الأرض. المرحلة القادمة علي ستشهد تطورات تؤدي إلى تقارب سعودي وإيراني وبشكل مفاجئ، وهنا أرى أمريكا تستنفر والعدو الإسرائيلي يتوعد ويهدد. أجواء الحداد سنراها تخيم على سماء دول الخليج للأسف، وذلك بسبب رحيل شخصية خليجية بارزة ومرموقة خلال 2023. من أي بلد؟ ما بعرف. ما بتعرف. تطورات إيجابية بتجمع ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وعدة دول عربية، وهذه التطورات ستعيد للجامعة العربية حضورها الفاعل وتأثيرها الكبير على بعض القرارات العربية القادمة بقيادة السعودية وقطر. في دور كبير للسعودية بتوقعاتك. وقطر، نعم. الاتفاق على سلامة وتأمين الحدود بين دول الخليج. بدك كفي توقعات ولا؟ كفي، هذا آخر توقع قبل ما نطلع فاصل إعلاني. أوكي. الاتفاق على سلامة وتأمين الحدود بين دول الخليج وبعض الدول العربية من عمليات التهريب سيؤدي إلى القضاء على جزء كبير من التهريب وصناعة الممنوعات بكل أنواعها. هي مهمة. نعم. الحدود في أحد الدول ستكون مغلقة بسبب أحداث طارئة وحرائق ولهب يحاصر الناس بشكل مفاجئ. وين وكيف ما بعرف. ما بتعرفي؟ لا. رح نكفي ست ليلى بكتاب الشهرة الخاص فيك والمزيد من التوقعات، بس خليلنا هيك آخر مجموعة لآخر فاصل إعلاني، ورح نطلع هلأ فاصل إعلاني سريع ومنتابع مشاهدينا.